بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مره تانية. هنبدا مع بعض ان شاء الله النهارده في الجزء الاخير من المنهج بتاعنا اللي هو يونت 6. النهارده هنحل اسئله لسن 1 و 2، مش هنحل التمارين العامه الجنرال اكسرسايز، هنخلي لها فيديو لوحده. النهارده بس هنحل اسئله لسن 1 ولسن 2 جرامر والكلمات. اول سؤال معانا هيكون التشيك بوينت رقم 1 زي ما احنا متعودين، هتكون في صفحه 315. 315 في كتاب جيم نسخه 2021. اول سؤال معانا النهارده: The children nod their father to take them to the cinema. But he said no. لكن هو رفض. الأطفال طلبوا من والدهم إن هو ياخدهم عشان يروحوا السينما، لكن هو رفض. فالأطفال ممكن عندي في الاختيارات ordered، أمروا، كلمة order معناها يأمر، begged، توسلوا يعني اتحايلوا على والدهم عشان يوديهم السينما، ولا attacked، هجموه، ضربوه، ولا delayed، كلمة delay أو فعل delay معناها يؤخر. delay معناها يؤخر أو تأخير، فهم أخروه عشان يروح السينما. فالاختيار يعني المنطقي هنا هو رقم B. begged. رقم B. begged توسلوا لوالدهم عشان يوديهم السينما. كلمة beg أو فعل beg اللي هو يتوسل دي كلمة مهمة أوي في اليونت ده. رقم 2: The police not to shoot at the criminals before they were arrested. قبل ما يتم اعتقالهم الشرطة أطلقت طلقتين على المجرمين. criminals معناها مجرمين، وعندي shots اللي هي طلقات. الشرطة breathed تنفست، ولا design صممت، كلمة design معناها يصمم، fired معناها أطلقت، warmed عندي فعل warm أو كلمة warm معناها دافئ، warm دي معناها دافئ. لما بستخدمها كفعل بيبقى معناها يدفئ الجو أو اللي هو يعني كي يسخن الجو. فهنا هناخد رقم C fired. fired اللي هي يطلق النار. هما أطلقوا طلقات أو طلقتين على المجرمين قبل ما يقبضوا عليهم. رقم 3: The old factory or the old factory owner has always been not with money, so his employees don't like him. عشان كده employees اللي هم الموظفين مش بيحبوه. صاحب المطعم أو صاحب المصنع القديم كان دايما not بالفلوس، عشان كده الموظفين مش بيحبوه. فهو cheerful، cheerful معناها مرح، كلمة cheerful معناها مرح. هو مرح، ولا generous كريم، ولا careless معناها مهمل، ولا mean كلمة مين معناها يا إما يعني أو يقصد. كلمة مين فعل بمعنى يعني أو يقصد. ممكن تستخدمها كصفة بمعنى بخيل، صفة بمعنى بخيل أو فعل بمعنى يعني أو يقصد. فالمناسب هنا مع الفلوس هو كلمة مين، بخيل. هو شخص بخيل. رقم دي هو شخص بخيل، عشان كده الموظفين بيسبوه أو الموظفين مش بيحبوه. رقم 4: The businessman not deeply at the thought of losing his money. عند اعتقاده ان هو هيخسر فلوسه، عند الاعتقاد انه سيخسر ماله، رجل الاعمال تنهد بعمق. at the thought of عند اعتقاد losing his money اللي هو فقدان ماله، deeply معناها بعمق، businessman اللي هو رجل الاعمال. عند في الاختيارات cheered، كلمة cheered معناها ابتهج، cheered معناها ابتهج. بعد كده عندي sighed، سايد معناها تنهد. رقم بي معناها تنهد. لافد معناها ضحك، لافد معناها ضحكة. ييلد معناها صرخة، كلمة ييلد دي معناها صرخة. فلما سمع ان هو هيخسر فلوسه او لما اعتقد ان هو هيخسر فلوسه هو تنهد. الاختيارات هنا هتبقى رقم بي، الاختيار الصح هنا هو رقم بي، تنهد بعمق، تنهد بعمق لما اعتقد ان هو هيخسر فلوسه. اخر واحدة رقم 5: The clerk was busy behind a knot of paper on his desk. الموظف اللي هو كلارك كان مشغول خلف نقط من الورق على المكتب، على المكتب بتاعه. كان مشغول خلف pile بل اللي هو كومة، كومة من الورق. هي معناها قش، ولا هول معناها حفرة، حفرة من الورق، ولا راكج اللي هو حطام، راكج معناها حطام. فهو كان مشغول خلف كومة، مشغول خلف كومة. هناخد هنا رقم E، كومة معناها pile. فرقم 5 هنا تبقى E، pile of paper، كومة من الورق على المكتب بتاعه. دي كانت تشيك بوينت رقم 1 صفحة 318. تشيك بوينت رقم 2 على الكلمات برضو. أول سؤال فيها: He has spent the last 2 years working not a book about child care. هو قضى، spent معناها قضى، قرأ السنتين الماضيتين بيكتب أو في كتاب عن الرعاية بالأطفال، الرعاية أو الاعتناء بالأطفال.
اللي يهمني في الجملة دي هو فعل work. فعل work بياخد كل حروف الجر اللي انت شايفينها دي، بياخد with، بياخد on، بياخد for، بياخد as. كل واحدة منهم ليها استخدام معين. work as بجيب بعدها الوظيفة، work as بجيب بعدها الوظيفة، work for، work for يعمل لصالح، بجيب بعدها الشخص اللي انا شغال عنده. work on معناها يعمل على، بجيب بعدها الحاجة اللي انا شغال فيها، مشروع او كتاب او مذاكرة او اي حاجة. work with يعمل مع، بجيب بها شخص او بجيب بعدها شخص انا شغال معاه. work for يعمل لصالح، شغال عند حد او عند شركة. work with يعمل مع، يعمل مع شخص او مع شركة. work for شغال عنده، اما work with شغال معاه يعني زي شريكه كده. فانا هنا جايب الكتاب او جايب الحاجة اللي انا شغال عليها، هاخد هنا work on. work on يعمل على الكتاب، او هو كان بيعمل على الكتاب. قضى سنتين او السنتين الماضيتين يعمل على هذا الكتاب، او يعمل على الكتاب بخصوص العناية بالاطفال. رقم 2، some teachers let their students not a quiz before starting the lesson. قبل ما يبدأوا الدرس بعض المدرسين بيخلوا التلاميذ بتوعهم يعملوا اختبار صغير او اختبار قصير اللي هو الكويز، هتشوفوه كتير في الجامعة ان شاء الله. فاللي يهم من هنا هو فعل let. فعل let معناها يسمح او يخلي، يجعل. المهم بجيب بعده مفعول اللي هو their students، وبعد المفعول ده بجيب فعل في المصدر. let مفعول والمصدر، يعني بعد النقط دي او في النقط دي هجيب الفعل في المصدر اللي هو هنا رقم ايه، do. let زائد مفعول زائد المصدر. رقم 3، it can take about 1 month for a broken arm to knot. ممكن يستغرق حوالي شهر من الدراع المكسور عشان نقط، ياخد شهر عشان هيل يلتئم يخف يعني، ولا كيور. كيور فعل بمعنى يشفي او يعالج. كيور يشفي او يعالج. تريت معناه يعالج او يعامل. تريت يشفي او يعالج او يعامل. تريت يعالج او يعامل. سبريد معناها ينشر او ينتشر. فهو هياخد حوالي شهر عشان يلتئم عشان يخف، فيخف هنا اللي هي رقم ايه، هيل. كيور معناها يعالج، هو الدراع مش بيعالج زيها زي تريت. كيور زيها زي تريت معناهم يعالج. الدراع مش بيعالج او مش بياخد شهر عشان يعالج، لا هو بياخد شهر عشان يتعالج او عشان يلتئم. 4، the young man doesn't know what he really wants in not. الشاب الصغير مش عارف هو عايز ايه في الحياة. فعندي in life ولا alive ولا the life ولا lives. اول حاجة كلمة life دي معناها الحياة بشكل عام، هو مش عارف هو عايز ايه في الحياة. ولا كلمة alive اللي هي رقم b، طبعا اداة النكرة اللي هي a بجيبها مع المفرد، فانا بجيب او بقول alive لما بتكلم عن حياة واحد، حياة واحد مثلا من ضمن مجموعة. the life ذا دي اداة معرفة انا بحطها قبل الحاجة عشان اخصصها، لما اجي اتكلم عن حياة شخص معين بتفاصيل معينة التفاصيل دي بتخليني اختار ذا. فانا عايز اقول هنا هو مش عارف هو محتاج ايه او عايز ايه في الحياة، الحياة بشكل عام. فبما اني بتكلم عنها بشكل عام فمش هياخد معاها اي اداة، فاقول هنا life اللي هي رقم ايه. 4 تبقى رقم ايه اللي هي life. 5 والاخيرة، my uncle works not an engineer in a famous factory. بدأنا نشوف بنت رقم 2 بفعل work اهو في اول سؤال، وفي اخر سؤال برضو هنهي بفعل work. هنا انا جايب الوظيفة اللي هي an engineer، باني جبت الوظيفة فمن غير ما اوصف الاختيارات هدور على كلمة as. work as يعمل ك، work as اللي هي رقم دي. work as an engineer يعمل كمهندس، وظيفة مهندس. بعد work as بجيب الوظيفة اللي هي engineer. دي كانت تشيك بوينت رقم 2 على الكلمات. هنشوف الأسئلة العامة بتاعة الكلمات. أول سؤال فيها، I felt a little not when my team lost the match. لما الفريق بتاعي خسر الماتش أنا حسيت بإيه؟ بذمتك أنت لو الفريق بتاعك خسر هتحس إنك disappointed، محبط. disappointed معناها محبط، ولا appointed. كلمة appoint لحد هنا كده من غير الـ ed، من غير الـ ed معناها يحدد موعد، يحدد موعد appoint، وجاي منها appointment اللي هو موعد أو ميعاد. فكلمة appointed معناها محدد، appointed معناها محدد. acquainted رقم c معناها على دراية بي أو على علم بي. ورقم d imparted معناها منقول، imparted هنا معناها منقول. فمن غير ما تعرف imparted، من غير ما تعرف acquainted ولا appointed، هي أول واحدة يعني معنى منطقي، أنا شخص الفريق بتاعي خسر فأنا حاسس إن أنا محبط، حاسس إن أنا متضايق، فهياخد هنا رقم إيه، disappointed. رقم 2،
the relationship between workers and what should be good in order to achieve good profits. عشان تحقق او لكي تحقق ارباح كويسه، ارباح جيده، كان بروفيتس معناها ارباح، عشان تحقق ارباح كويسه، العلاقه بين العمال ونقط المفروض تكون كويسه، العلاقه بين العمال والكاستمرز اللي هم الزبائن، كاستمرز معناها زبائن، ولا البايرز المشترين اللي هم برضو الزبائن، ولا امبلويرز اصحاب العمل، ولا كلاينتس العملاء. فانا عندي محل مثلا ببيع فيه حاجات، فالعميل بتاعي هو الشخص اللي بيشتري اللي هو الباير، هو الكاستمر. فباير وكاستمر وكلاينت في الحالة دي هم حاجة واحدة، باير كلاينت كاستمر، الشاري او الزبون او العميل، هم يعني حاجة واحدة، هو الشخص اللي بيجي يشتري مني، تمام كده؟ فالتلاتة دول اللي هم رقم دي وبي وإي كلهم حاجة واحدة، فالمختلف عنهم او اللي فضلت اصلا معايا في الاختيارات هي رقم سي، فهاخدها. العلاقة بين العمال واصحاب العمل، العلاقة بين الموظفين والشخص اللي مشغلهم لازم تكون كويسة عشان يجنوا أرباح كويسة برضه. رقم ثلاثة، 10 people not 3 children were injured in the bus accident. 10 أشخاص يشملوا أو بيشملوا على 3 أطفال اتصابوا في حادثة الباص، في حادثة الأتوبيس. 10 people، عندي 10 أشخاص اتصاب منهم 3، فالتلاتة دول جزء من العشرة، التلاتة جزء من العشرة، فهو عندي في الاختيارات consist، consist معناها يتكون من، وبتاخد حرف الجر دايما of، consist of، ان هي ما عنديش حرف الجر of فمش هاخدها، consist محتاج بعدها حرف الجر of اللي هو مش موجود فمش هاخدها، including معناها يشمل، including معناها يشمل، المفروض ان اللي بعدها يكون جزء من اللي قبلها. طب انا عندي هنا التلات اطفال دول جزء من العشر اشخاص، ف including هنا تنفع. هنشوف اللي بعدها، containing، contain معناها يحتوي، contain معناها يحتوي، contain اللي بعدها بيكون هو اللي قبلها، اللي بعد كونتين بيحتوي على كل اللي قبله، يعني مثلا لما اقول ان الصندوق بيحتوي على كرتين، this box contains two balls، هذا الصندوق يحتوي على كرتين، فالكرتين دول هم كل محتويات الصندوق، فاللي بعد كونتين، اللي بعد كونتين مثلا اللي هو هيبقى هنا بيكون هو اللي قبلها، بيكون كل اللي قبلها، تمام؟ انما هنا عندي اللي بعد النقط جزء من اللي قبلها، اللي بعد النقط اللي هم 3 children جزء من العشر اشخاص، فبالحاله دي باخد include. including 3 children يشملوا على 3 أطفال، اللي بعد النقط لو جزء من اللي قبلها، لو جزء من اللي قبلها باخد include، لو هو كله اللي قبلها، لو اللي بعد النقط كل اللي قبلها باخد contain. رقم 4، we should teach our children to learn from their نقط، يجب أن نعلم أطفالنا أن يتعلموا من نقط، هيتعلموا من rights، دي rights حقوقهم، هيتعلموا من حقوقهم، ولا corrections اللي هي تصحيحاتهم أو الحاجات الصحيحة، ولا mistakes يتعلموا من الاخطاء، ولا behaviors التصرفات، فكده يتعلموا من اخطائهم، نشجعهم ان هم لما يغلطوا يتعلموا من الغلط بتاعهم، فياخد رقم C mistakes. 5، I took my friend's place in the knot until he returned، انا اخدت مكان صاحبي في حاجة معينة لحد ما هو رجع. ايه هو المكان اللي ممكن انا اخد مكان صاحبي فيه؟ ايه هو الحاجة اللي انا ممكن احل محل صاحبي فيها؟ عندي in the office، في المكتب في الشغل مثلا، ولا هوم احل محله في البيت، ولا بيلدينج في المبنى اي مبنى، ولا بلين في الطياره، فاكيد ما ينفعش تخش مكانه الطياره ولا اي مبنى وخلاص، ولا ينفع تحل محله في البيت، انت مثلا مش اخوه، هو بس زميلك او صاحبك، فانت ينفع تحل مكانه في المكتب في الشغل، فناخد هنا رقم اي اوفيس، ان ذا اوفيس. 6، there is a running not taking place these days، are you in، ان لما مثلا في مسابقة في نشاط معين وبتقول لحد are you in، معناها انك عايز تشترك، هل تريد الاشتراك، are you in، هل انت معنا مثلا، او هل انت معنا، هل انت مشترك معنا، فهو هنا بيقول ان في سباق للجري running، هل انت معنا او هل انت مشترك، take place معناها يحدث او بيحصل وبينظم، فعندك في الاختيارات running match مباراة جري، ولا running path كلمة path معناها مسار، ولا race اللي هو سباق، ولا باسج اللي هي قطعة، فياخد رقم C ريس، سباق جري، سباق جري. 7، my son always says he wishes I would stop not him like a child، ابني دايما بيقول ان هو بيأمل او بيتمنى ان انا اتوقف عن معاملته كطفل، stop treating يعالج او يعامل، يعالج او يعامل، cure معناها يشفي،
كيور ان معناها يشفي او يعالج، هيل معناها يلتئم. فياخد هنا رقم ايه. stop treating اتوقف عن معاملته. stop treating him like a child اتوقف عن معاملته كطفل. 9 it was not of the rich man to donate a million pounds for charity كان نقط من الشخص الغني ان هو يتبرع بمليون جنيه للجمعية الخيرية. فواحد يتبرع بمليون جنيه ده شخص cowardly it was cowardly of the rich man كان ده جبن منه. كلمة cowardly معناها بجبن ولا miserly ببخل ولا hasty كانت حاجة متسرعة. كلمة hasty معناها متسرع ولا generous كانت حاجة كريمة منه. فأكيد حاجة كريمة إن هو يتبرع بمليون جنيه جمعية خيرية. رقم 9 تكون دي. 10 The Davis Cup is an important world tennis championship in which all the countries take part. بيتكلم عن كاس اسمه كاس ديفيز. بيقول إن هو حاجة مهمة، حاجة مهمة أو بطولة تنس مهمة بيشارك فيها كل دول العالم. كل الدول بتشارك فيها. take part in معناها يشارك فيه أو يساهم فيه، فكل دول العالم بتشارك فيها. الحاجة اللي بتضم كل الدول بيبقى حاجة اسمها international. الحاجة اللي بتضم كل الدول اسمها international. كلمة folk معناها شعب. كلمة national معناها وطني يعني خاص بدولة واحدة، خاص بدولة واحدة زي مثلا مصر. local معناها محلي، وزي ما اتفقنا international معناها دولي. فدولي معناها ان كل الدول بتشارك فيه. 11 ان هاد نوت نوت فونينج هير ماذر اون هير بيرث داي شي شود هاف دون ات كان يجب عليها ان تفعل ذلك. كان يجب ان شود هاف والتصريف الثالث بعبر بيها عن ندم. هتلاقي عندك في الاختيارات اول واحده كلمه ريجريت. ريجريت فعل بمعنى يندم، واتفقنا ان شود هاف والتصريف الثالث بتعبر عن ندم. اهي دي بتعبر عن ندم، يبقى انا كده هختار رقم ايه. ريجريتس. نهاد نادمة على عدم الاتصال بوالدتها في عيد ميلادها عشان هي كان يجب أن تفعل هذا، كان يجب أن تتصل بها. affect معناها تؤثر. places معناها مسرورة أو تسعد. rejoices معناها تسعد برضو أنه هي تكون مبسوطة. فهي نادمة، هي نادمة أنها ما كلمتش والدتها. 12 my father asked me not to not my money on that unhealthy food والدي طلب مني أن أنا نقط فلوسي على الطعام الغير صحي. unhealthy food طعام غير صحي. فوالده هيطلب مني ان انا to benefit ان انا استفيد بفلوسي في الطعام الغير صحي، يعني اشتري طعام غير صحي، فاكيد ما ينفعش. فرقم واحد او رقم ايه ما تنفعش. عندي waste ان انا ما ضيعش فلوسي، فدي تنفع، دي منطقية. ان انا ما حافظش على فلوسي، ان انا اضيع فلوسي مثلا، فدي برضو ما تنفعش. not to save ان انا ما ادخرش فلوسي، ما وفرش فلوسي، فدي غلط. هو هينصحني ان انا ما ضيعش فلوسي على طعام غير صحي، ما ضيعش فلوسي على حاجة مش كويسة. هاخد هنا رقم بي. not to waste نصحني ان انا ما ضيعش فلوسي. 13 teachers have been using visual aids such as notes and pictures in the classroom for a long time. المدرسين كانوا بيستخدموا visual aids وسائل بصرية. visual aids معناها وسائل اهي بصرية، حاجات انت بتشوفها وانت بتدرس، حاجات بتشوفها في الفصل زي الصور. وعايز حاجة تانية من الاختيارات، ايه الحاجات اللي ممكن كنت تشوفها في الفصل؟ عندي سكرينز شاشات ولا تشارلز. تشارلز اللي هو الطباشير، تشارلز اللي هو الطباشير، فانت طباشير مش حاجة فيجوال. عندي مابس الخرايط، كنا ممكن نشوف خرايط، ولا لابس معناها دورات، فالمناسب هنا هي كلمة مابس خرائط. في الفصل انت كنت ممكن تشوف خرايط او ممكن تشوف صور. 14 ان سكواش في رياضة السكواش You have to be the person you are playing not. يجب أن تهزم الشخص الذي تلعب معه بمفرده لوحدك. عايز أقول هنا لوحدك، فاختار رقم C alone. alone معناها بمفردك. lonely معناها يشعر بالوحدة، يشعر بالوحدة. private معناها خاص، وparticular معناها معين، يعني دي معناها معين، حاجة معينة يعني. فانت لازم تهزم الشخص اللي انت بتلعبه بمفردك في اي لعبة، انت اي لعبة فردية انت المفروض تكسب الشخص اللي انت بتلعبه ألون لوحدك من غير ما حد يساعدك. 15
The poor lady nodded the doctor to see her sick child and he immediately agreed. وهو وافق في الحال. السيدة المسكينة، كلمة بور هنا معناها مسكينة. السيدة المسكينة طلبت من الدكتور ان هو يشوف ابنها المريض او طفلها المريض وهو وافق في الحال. فهي begged، توسلت لي يعني استعطفته او حننت عليه عشان يشوف ابنها، ولا ordered امرته، ولا refused رفضته، هي اللي رفضت الدكتور، ولا yelled صرخت في الدكتور. فياخد هنا رقم ايه؟ begged. هي توسلت للدكتور عشان يشوف ابنها المريض. 16. The church choir is rehearsing some note to be sung at Christmas Eve. فرقة الكورال بتاعة الكنيسة، فرقة موسيقية في الكنيسة، بتتدرب على بعض النوت عشان تتغنى، الحاجات دي اللي هما بيتدربوا عليها هتتغنى في أمسية أو في عشية يوم الميلاد. عشية يوم الميلاد. فهما بيتدربوا على فيلمز، بعض الأفلام، ولا كارولز اللي هي ترنيمات اللي بتتغنى في الكنيسة اسمها ترنيمات كارولز، ولا جيمز بعض الألعاب، ولا ستيشنز بعض المحطات. فالحاجات اللي ممكن نتدرب عليها اسمها كارولز، ترنيمات. رقم B. 17. Don't forget to turn the note off before you go to bed. قبل ما تروح تنام ما تنساش تقفل حاجة أو تطفي حاجة. Don't forget to turn the shoot، ولا job وظيفة، ولا fire النار، ولا task معناها مهمة. هياخد هنا رقم C. ما تنساش تطفي النار، رقم C. 18. Our old neighbor was an old man who never gives present to everyone. عمره ما بيدي هدايا لحد، عمره ما ادى حاجة لحد. فده شخص مين؟ شخص رئيسي، ولا generous شخص كريم، ولا kind شخص عطوف وطيب، ولا مين؟ اتبنى ان كلمة مين معناها يعني او يقصد، ممكن نستخدمها كصفة بمعنى بخيل. فاكيد شخص مش بيدي هدايا لحد، ده شخص بخيل. فناخد هنا رقم دي. مين؟ مين مان، شخص بخيل او رجل بخيل. 19. The old house had been knocked down and there was nothing left but not of stones. المنزل القديم تم هدمه. Had been knocked down، تم هدمه، ولم يكن متبقى منه إلا. But هنا معناها إلا. There was nothing left but، لم يكن هناك شيء متبقى إلا كومات من الحجارة أو أكوام من الحجارة. فعندي holes حفرات، wells معناها حفرات، wells عندي كلمة well معناها حسنا أو جيدا، أو برضه معناها بير. فهنا wells آبار، ولا عندي piles اللي هي أكوام، ولا pools اللي هي حمامات السباحة. فياخد رقم C. piles of stones أكوام من الحجارة، كلمة pile كلمة مهمة معناها كومة من، piles of stones أكوام من الحجارة. فناخد هنا رقم C. 20. The young boy nodded with relief when he saw that he passed the test. لما شاف ان هو اجتاز الاختبار. الولد الصغير او الولد الشاب نقط بارتياح، with relief معناها بارتياح. فهو sighed اللي هو تنهد كده، خد نفسه بارتياح، ولا cried بكى عيط، ولا fought تشاجر تقاتل، ولا pleaded. كلمة plead معناها يترافع في محكمة، يترافع او يدافع عن حد قدام القاضي. فهنا ناخد رقم ايه؟ sighed. sighed with relief، تنهد خد نفسه بارتياح. كلمة sighed كلمة مهمة. 21. The word error is a synonym to the word not. كلمة error معناها خطأ. error معناها خطأ. المردد فيها عندي كلمة price جائزة، error مردفها price، ولا correctness اللي هو الصواب correctness، ولا mistake اللي هو الخطأ، ولا clearing اللي هو وضوح. فالمرادف لكلمة error هو كلمة mistake. المرادف لكلمة error هو كلمة mistake. خلي بالك الاتنين مش نفس المعنى، error ليها استخدام ومستيك ليها استخدام تاني خالص، انما الاثنين مرادفين لبعض، الاثنين مرادفين لبعض. 22. I received my friend's note to his wedding and I was very happy for him. وانا كنت مبسوط عشانه. انا استلمت invite، فعل بمعنى يدعو، ولا استلمت invitation، استلمت دعوة، ولا invited دي الماضي من فعل invite، invite معناها يدعو، invited معناها دعا في الماضي. and invited معناها شخص غير مدعو، an invited شخص غير مدعو، محدش دعاه للحفلة. فأنا هستلم منه invitation، أنا هنا عايز اسم. received my friend's invitation، دعوة صديقي، أنا عايز هنا الاسم. فياخد رقم B. 23. My son used to change his note a lot especially about clothes، وخصوصا بشأن الملابس، خصوصا بشأن الملابس. فهو هيغير his head، head معناها رأس،
فهو يغير راسه، ولا مايند اللي هو رأيه، ولا برين اللي هو مخه، ولا ماتر، ماتر معناها شيء، فهو هيغير his mind، change his mind، يغير رأيه، يغير رأيه كتير، هو بيغير رأيه كتير وخصوصا بشأن الملابس. 24 doctors advise all people to not exercise to keep healthy and feel relaxed. الأطباء بينصحوا كل الناس إن هما يمارسوا التمارين الرياضية عشان يحافظوا على صحتهم ويبقوا أو يحسوا يشعروا بالاسترخاء، يشعروا بالاسترخاء. فاللي يهمني في الجملة دي هو كلمة exercise عشان بتاخد قبلها فعل do. do exercise معناها يمارس تمارين رياضية. do exercise رقم C. do exercise ما يهمنيش بقى الاختيارات عمر ما كنت هاخدها، اللي انا هاخده دايما مع اكسرسايز هو فعل دو. دو اكسرسايز كلمة نجلكت معناها يهمل، ما تهمنيش هنا، اللي يهمني هو فعل دو. 25 the passenger arrived 10 minutes late so he knows the 6 o'clock train. المسافر وصل 10 دقايق متأخر عشان كده هو نقط قطر الساعة 6، وصل متأخر فأكيد هو فوت القطر، فأنا عندي he missed ولا lost ولا كوت ولا ريسيرفد. فكلمة ريسيرفد معناها حجز، فأنا ما يهمنيش هو حجز ولا ما حجزش، أنا يهمني إن هو ملحقش القطر، فياخد هنا رقم إيه؟ ميزد. ميزد ذا ترين، هو فوت القطر، فوت القطار. كلمة لوست معناها يفقد، يعني تبقى معاه حاجة مثلا ماسكها أو ملكه هو وتقع منه، يعني مثلا معاه محفظة، معاه تليفون، معاه فلوس ووقعت منه، هو كده لوست، هو كده خسر الحاجات دي. أو مثلا أنا بلعب ماتش وخسرت، فبقول مثلا I lost، أنا خسرت. إنما القطر أنت ده مش ماتش مثلا بتلعبه وخسرت فتقول lost، ولا حاجة كانت في إيدك وقعت منك فبتقول برضو lost، لأ، القطر أنت بتفوته مش بتخسره، القطر أنت بتفوته، فناخد هنا رقم إيه؟ missed. 26 the client said that he didn't want to pay not the cold meal that the waiter brought. العميل قال إن هو ما كانش عايز يدفع فلوس الوجبة الباردة اللي جابها له النادل. ويتر اللي هو النادل، هي ويتر اللي هو النادل اللي هو الجرسون اللي شغال في المطعم. فالعميل قال ان هو ما كانش عايز يدفع عشان الوجبة دي، يدفع تمن، يدفع تمن او يدفع عشان حاجة معينة اسمها pay for. pay for بتاخد حرف الجر for، فنقول هنا pay for the meal، pay for the cold meal. 27 it's easy to not lost in this city if you don't follow the directions as the streets are so much alike. عشان الشوارع شبه بعضها جدا، so much alike متشابهة بدرجة كبيرة، متشابهة بدرجة كبيرة، فمن السهل انك تتوه. يتوه اسمها get lost، يتوه اسمها get lost، فناخد هنا رقم C. 28 the man I work not isn't kind he can easily dismiss any worker. الرجل اللي انا شغال عنده مش طيب، هو ممكن يطرد، dismiss معناها يطرد اي عامل. فانا عايز اقول هنا الشخص الذي اعمل لديه، يعمل لدى، يعمل لدى او يعمل لصالح، اسمها work for. لما بجيب الشخص اللي انا شغال عنده بقول work for، يعمل لدى. 29 I always advise my sister not to make unnecessary long calls as they are not. انا دايما بنصح اختي انها ما تعملش اتصالات طويلة بدون داعي او unnecessary غير ضرورية، غير ضرورية، عشان المكالمات الطويلة دي are waste ولا wasted ولا wasteful ولا wasteless. بعد verb to be هجيب صفة، بعد verb to be اللي هو are هجيب هنا صفة، فالصفة المناسبة هنا هي كلمة wasteful. wasteful معناها يعني مبذر، مبذر او هو بيضيع فلوس على الفاضي، مبذر بيضيع فلوس على الفاضي. 30 والأخيرة the noun opponent is an antonym to the noun not. كلمة opponent عكس نقاط، عكس كلمة من دول. opponent معناها خصم، opponent معناها خصم، فخصم عكسها enemy عدو، ولا عكسها assistant مساعد، ولا عكسها competitor اللي هو منافس، ولا accuser اللي هو الشخص المتهم. الأربعة قدامك هو اختار منهم واحدة، أكيد أنت اخترت رقم B، الطبيعي أنك تختار رقم B اللي هي كلمة مساعد. فـ opponent عكسها assistant. دي كل الأسئلة اللي موجودة على الكلمات، إن شاء الله هنشوف دلوقتي الأسئلة بتاعة الجرامر وهتلاقوا إنها أسهل من دي 100 مرة كمان. أفكركم تاني بالجرامر بتاعنا، إحنا كنا بنتكلم عن قاعدة F. قاعدة F ليها أربع حالات، الصفرية، الأولى، التانية، التالتة. التلات حالات دول أو الأربع حالات دول
لو انت عرفت التكوين بتاعهم كويس يعني اضمن لك انك هتحل في الامتحان. لو الامتحان كله قاعدة اف هتحل منه حوالي 80%، يعني التكوين بتاع قاعدة اف هيضمن لك حوالي 80% من الدرجة او 80% من اليونت. احفظ التكوين بتاعهم كويس جدا وانت يعني هتسلك في معظم الجمل. ولو في اي ملاحظات خفيفة في ان شاء الله المرة الجاية او في المرة دي هقولها وهوضحها لكم. اول تشيك بوينت معانا على الجرامر اللي هي تشيك بوينت رقم 3 هتكون موجودة في صفحة 322. اول سؤال فيها when I read in bed I not asleep it's a habit. انا بقول لك it's a habit اعرف كده ان دي حالة صفرية. الحالة الصفرية انا بعبر بيها عن عادات، بجيب عليه مضارع بسيط هنا والناحية التانية اجاوب الشرط برضو اللي هو هنا بيكون مضارع بسيط. في الحالة الصفرية دايما هيقول لك مثلا كلمة always often usually حاجات من دي اللي هي الحاجات اللي بتدل على مضارع بسيط عشان يعرفك ان دي يعني عادة مثلا، فانت تختار معاها مضارع بسيط. وبرضه لو ما خدتش بالك من دي هتاخد بالك ان عندنا اصلا في الجمله ما فيش اف، انا عندي وين مش اف. واتفقنا برضه واحنا بنشرح اليونت ده ان وين كلمه وين بتحل محل اف في الحاله الصفريه بس، وين بتحل محل اف في الحاله الصفريه بس. فانا كده اتاكدت ان دي حاله صفريه بس، هاخد الفعل في المصدر. الحاله الصفريه بجيب بعد اف او وين جمله مضارع بسيط وجمله جواب الشرط اللي بتكون هنا بتكون برضه مضارع بسيط، فهاخد هنا الرقم دي. اتنين if I feel ill لو انا حسيت ان انا مريض I always not at home انا دايما ببقى في المنزل. زي ما قلت لك من شويه في الحاله الصفريه هيدي لك كلمه always usually habit often اللي هي كل الحاجات اللي بتدل على مضارع بسيط عشان يريحك عشان يعرفك ان دي مضارع بسيط. في الطبيعي لو if جاي وراها مضارع بسيط الناحيه التانيه بتكون يا اما مضارع بسيط اللي هي رقم بي يا اما بتكون مستقبل بسيط. مستقبل بسيط لو اختار الحاله الاولى، مضارع بسيط لو استخدم الحاله الصفريه. اتفقنا مع بعض ان انا هنا اختار الحاله الصفريه عشان كلمه always فياخد هنا رقم بي stay. 3 what not if you feel unhappy لو انت حسيت انك مش سعيد هتعمل ايه بتعمل ايه. عندي بعد اف جاي جملة مضارع بسيط feel مضارع بسيط في اما تكون حاله صفريه يا اما حاله اولى، يا صفريه يا اولى. الصفريه بجيب مضارع بسيط اللي هو رقم ايه do you do. الحاله الاولى بجيب له المصدر اللي هي مش موجوده هنا فما عنديش بس غير الحالة الصفرية اللي تنفع، فهنا مش حالة أولى هي هنا الحالة الصفرية، فاختار what do you do ماذا تفعل. 4 if you are late لو أنت متأخر not a taxi ده تقريبا أحسن نوع من الجمل هتشوفه اللي هو قبل النقط مش بيجيب لك فعل، هنا مش بيجيب لك فعل خالص وفي الاختيارات بيديك اختيار زي دي مثلا، فأنت كل اللي بتعمله إنك بتختار جملة أمر أو أكنك بتعمل جملة أمر. فجملة الأمر يا بتبدأ بالفعل في المصدر اللي هو مثلا زي كلمة take يا إما بتجيب don't. don't او الفعل في الامر، فهنا ما عنديش don't فياخد الفعل في الامر اللي هو رقم C او الفعل في المصدر. الاخيرة if it's not today we won't go to the park ده اسهل بكتير من اللي فات، لو نقط النهاردة احنا مش هنروح الحديقة. ليه بقول اسهل؟ لان هو مديني جواب الشرط، جواب الشرط هنا مستقبل بسيط won't go will المصدر، فكده اتأكدت ان دي الحالة الاولى. في الحالة الاولى بجيب بعد if مضارع بسيط فهقول if it rains مضارع بسيط الحالة الأولى. دي كانت تشيك بوينت رقم 3 على الجرامر صفحة 324، تشيك بوينت رقم 4 على الجرامر برضو. أول سؤال فيها he isn't here هو مش هنا but if he were here he not you لكن لو هو كان هنا كان هيقابلك. اللي يهمني في الجملة اللي بعد if اللي هو فعل الشرط جيب لي كلمة وير اللي هي ماضي، ماضي بسيط. بما إن بعد if جاي ماضي بسيط اللي هو فعل الشرط يبقى جواب الشرط هيكون would المصدر عشان دي تكون الحالة التانية. ما دام لقيت ماضي بسيط بعد if يبقى دي الحالة التانية، فبعد جواب الشرط او في جمله جواب الشرط بجيب would او could او might والمصدر، بجيب would او could او might والمصدر. هنا عندي would والمصدر اللي هي رقم بي فاخدها would met. 2 if she not she would have attended the party لو تم دعوتها كانت هتحضر الحفله. عندي would have والتصريف التالت، would have والتصريف التالت دي بتشوفها بالحاله التالته بس، فدي الحاله التالته. في الحاله التالته بعد if بجيب فعل الشرط ماضي تام، فعل الشرط في الحالة التالتة اللي هو بعد اف اللي هنا بيكون ماضي تام. فالماضي التام هنا عندي يا اما رقم بي يا اما رقم دي، ماضي تام اللي هو هات والتصريف التالت، هات والتصريف التالت. فانا عندي هنا اتنين هات والتصريف التالت، هختار انهي واحدة؟ دي معلوم ودي مجهول. هختار المعلوم ولا المجهول؟ اختار على حسب معنى الجملة. لو انا اخترت المعلوم هقول لو هي دعت، لو هي دعت هي دعت حد كان هتحضر، لو هي دعت كان هتحضر الحفلة، ده لو اخترت المعلوم. لو اخترت المجهول هقول لو تم دعوتها، إذا تم دعوتها، إذا دعيت كانت ستحضر الحفلة، إذا تم دعوتها كانت ستحضر الحفلة. الصح هنا هو المبني المجهول.
رقم دي. إذا تم دعوتها كانت ستحضر الحفلة. أكيد مش حفلتها أو مش حفلتها، فمش هي اللي هتدعي نفسها. لو حد دعاها، لو تم دعوتها كانت هتحضر. عشان كده الجملة هنا مبني للمجهول. ثلاثة، if أحمد نوت a new car، لو أحمد نوت عربية جديدة، هو كان هيشتري موتوسيكل. كان هيشتري موتوسيكل، would وباي أو would والمصدر، في دي الحالة التانية. would والمصدر يبقى دي الحالة التانية. في الحالة التانية فعل الشرط اللي جاي بعد if بيكون ماضي بسيط. فالماضي البسيط هنا يا إما didn't buy اللي رقم A، يا إما bought. منفي ومثبت، أنا أختار المنفي ولا أختار المثبت؟ برضه على حسب معنى الجملة. نحط المنفي ونشوف. عندي if أحمد didn't buy، لو أحمد ما اشتراش عربية كان هيشتري موتوسيكل. حلوة، شكلها حلو. طب نحط المثبت، لو أحمد if أحمد بوت، لو أحمد شرى عربية جديدة كان هيشتري موتوسيكل. فمش نافع، لو أحمد شرى عربية كان هيشتري موتوسيكل، ولا لو أحمد ما شراش عربية كان هيشتري موتوسيكل. فأكيد اللي ينفع هنا هو النفي مش الإثبات. الاتنين كجرامر صح، إنما المعنى هو اللي بيفرق. أربعة، what not if you found a burglar in your house، انت هتعمل ايه لو لقيت حرامي في بيتك. burglar معناها لص، سارق او حرامي، هتعمل ايه؟ found هنا ماضي بسيط، بعد if جاي ماضي بسيط، يبقى الحالة التانية. الحالة التانية يبقى انا هجيب وضو المصدر. وضو المصدر هدور عليها هلاقيها في رقم سي. من غير ما ابص على بقى الاختيارات انا متأكد ان الاختيار بتاعي صح، عشان بعد اف جاي ماضي بسيط، وبما ان بعد اف جاي ماضي بسيط يبقى انا عندي دي الحاله التانيه. الحاله التانيه بتتكون، او الجمله اللي جواب الشرط في الحاله التانيه بتكون would والمصدر اللي هي رقم سي. خمسه والاخيره، if you had told me about your problem earlier، لو انت قلت لي عن مشكلتك بدري شويه. I not you، انا not انت. had told او had والتصريف التالت بعد اف على الشرط جاي ماضي تام، يبقى جواب الشرط هتكون would have والتصريف التالت اللي هي الحاله التالته. الحالة التالتة هجيب في جواب الشرط هنا would have والتصريف التالت اللي هي رقم E. الموضوع سلس وكله بيجر بعضه، وإن شاء الله مع الحالة هتلاقوا إن الموضوع تافه قوي. هنشوف دلوقتي تبات الجرامر العامة. أول سؤال، I didn't feel ill yesterday، I not at home if I had felt ill، أنا كنت هبقى في المنزل لو أنا حسيت إن أنا مريض. عندي هنا had والتصريف التالت في الحالة التالتة. ما لم شفت هاد والبيبي ماضي تام بعد اف، يبقى دي الحالة التالتة. في الحالة التالتة جواب الشرط اللي هيكون هنا بيكون would او might have والتصريف التالت. would او might او should have والتصريف التالت، فياخد لنا رقم بي would have stayed. اتنين، if I have a headache، لو انا عندي صداع مضارع بسيط، have a headache مضارع بسيط، I not a cup of tea، it always makes me feel better، دايما بتخليني اشعر بتحسن. جايب لي كلمة always، فهو مبين لي قوي ان دي الحالة الصفرية، مبين لي ان دي عادة، فبالعادة انا باخد المضارع البسيط. فهقول I drink، I drink a cup of tea، بشرب كوب من الشاي. تلاتة، if the weather were nice today، لو الطقس كان كويس النهاردة، we not out for a walk، كنا او احنا هنزل للتمشية. هو في حاجة هنا، يعني كلمة where، ازاي مثلا كلمة weather المفروض ان هي مفرد وجايب بعدها where؟ الحالة التانية من اف دايما جيب وير، ما نجيبش ووز، هي شي ات اي حاجة جيب وير دايما، ما نجيبش ووز. فالمهم ان دي الحالة التانية من اف، عشان عندي هنا ماضي بسيط فدي الحالة التانية. ففي جملة جواب الشرط هنا هجيب وود والمصدر، فهقول هنا وود جو. خلي بالك وود والمصدر مش وود هاف والتصريف التالت، وود والمصدر اللي هي رقم دي. اربعة، I would have come home earlier if I not you were worried، انا كنت هاجي البيت بدري اكتر لو انا كنت اعرف انك قلقان. if you were worried، عندي هنا would have، اهي would have come، would have والتصريف التالت، فكده عندي دي الحاله التالته. حاله تالته، فبعد if هجيب ماضي تام. الماضي التام هو had، اللي هو ممكن اكتب اختصارها كده، دي اختصار ل had والتصريف التالت. فعندي would know و had known، فاختار رقم سي. اشمعنى قلت ان دي هات وان دي ووت؟ لان دي جاي بعدها المصدر اللي هو كلمه نو، فاللي بيجي بعد المصدر هي كلمه ووت، ودي جاي بعدها النون فالتصريف الثالث، فاللي بيجي بعده التصريف الثالث هي كلمه هات، فدي اختصار لهات اللي هي دي، ودي اختصار لكلمه ووت. خمسه، if you work harder for the next week، لو انت عملت بجد اكتر للاسبوع اللي جاي، I'm sure you not your exam، انا متاكد انك هتجتاز الامتحان بتاعك. من غير حتى ما تعرف قاعده اف، احنا واخدين يونت كامل عن صيغ المستقبل، واتفقنا ان تعبير I'm sure
بستخدمه مع المستقبل البسيط، فأقول هنا I'm sure you will pass. رقم دي لو انت نسيتها وفاكر قاعدة if، بص على أول جملة بعد if جاي مضارع بسيط اهي work hard أو work harder، يعمل بجد أكتر، مضارع بسيط. فالناحية التانية يا إما هتكون مضارع بسيط برضه لو حالة صفرية، يا إما مستقبل بسيط لو حالة أولى. الحالة الصفرية بعبر بيها عن عادة، ولما بعبر عن عادة أو حقيقة علمية بتبقى واضحة قدامي، يا إما حقيقة علمية يا إما عادة، والعادة هو بيحط مثلا كلمة always أو often عشان أعرف إن هي عادة. وأنا بيتكلم مثلا لو أنت اشتغلت بجد هتنجح، دي مش عادة مش حقيقة علمية، عادي مش عادة ومش حقيقة علمية، فهنا الحالة الصفرية ما تنفعش، فياخد المناسب أكتر اللي هو will والمصدر المستقبل البسيط اللي هي الحالة الأولى. رقم 6 if عمر passes his driving test tomorrow he not saving for a car، لو عمر اجتاز اختبار القيادة بتاعه بكرة هيحوش أو هيبدأ يحوش عشان يشتري عربية. he starts ولا will start ولا would start ولا would have started، بعد if جاي كلمة باصص أو فعل باصص مضارع بسيط، فدي الحالة الصفرية أو الحالة الأولى. صفرية لو بتكلم على عادة، أنا مش بتكلم على عادة، أنا مثلا أو عمر ده مش بيمتحن كل يوم، لأ هو بيقول لو نجح أو نجح في اختبار القيادة هيعمل حاجة في المستقبل، فياخد هنا رقم بي. المناسب أكتر هنا هو المستقبل البسيط. 7 if they not me a good salary I would have accepted the job، لو هما ادوني مرتب كويس أجري كويس أنا كنت هقبل الوظيفة. would have والتصريف التالت، فدي حالة تالتة، فريح نفسي على طول وهاخد بعد if ماضي تام اللي هو رقم ايه. رقم 8 the teacher not happy if we learned this lesson by heart، المدرس كان هيكون سعيد أو هيكون سعيد لو احنا اتعلمنا الدرس ده عن ظهر قلب. by heart معناها عن ظهر قلب، عن ظهر قلب يعني حافظينه صم يعني، أو حافظين زي اسمنا. اللي يهمني بعد if جاي كلمة learned، فعل learned جاي في التصريف التاني، فدي الحالة التانية. الحالة التانية يعني جواب الشرط اللي هو هنا في النقط هنا هيكون would والمصدر، would والمصدر هياخد رقم C. 9 if you not in a discussion group the rules are more or less or the same، وانت انضمت لأي جروب مناقشة القواعد بتكون يا إما أقل شوية أو زيادة، زيادة أو أقل أو هي هي، ده سعر على كل الجروبات. فعندي هنا the rules are more أو are هنا مضارع، فبما إن جواب الشرط مضارع يبقى دي كده if الحالة الصفرية، ف if الحالة الصفرية دايما بجيب بعد if مضارع بسيط، فأقول هنا if you join إذا انضممت. 10 if we had waited for another 10 minutes yesterday we know the minister، لو احنا كنا استنينا لمدة 10 دقايق تانيين امبارح كنا هنقابل الوزير. another اتمنى كلمة another بجيب بعدها عدد، another بجيب بعدها حاجة مفرد أو عدد، هي مش موضوعنا هنا بس برضو عشان نفتكر another بجيب بعدها حاجة مفرد أو عدد. عندي هنا had والتصريف التالت ماضي تام، بما إن فعل الشرط اللي بعد if جاي ماضي تام يبقى الناحية التانية هتكون would have والتصريف التالت عشان أعمل أو أكون الحلقة التالتة. في الحالة التالتة هجيب في جملة جواب الشرط هنا would have والتصريف التالت فياخد رقم C. 11 if I need advice about my life، لو أنا محتاج نصيحة بخصوص حياتي I usually not to my mother، أنا عادة ما أتحدث إلى والدتي. usually من الحاجات اللي تدل على المضارع البسيط فياخد معها المضارع البسيط فهقول I usually talk، عادة ما أتحدث هنا إيه في الحالة الصفرية، هنا الحالة الصفرية. 12 if مجدي had enough money he not a new mobile phone، لو مجدي كان لديه مال كافي كان هيشتري تليفون. هاد هنا ما جاش بعدها فعل لان هاد هي هنا الفعل الاساسي، هاد هنا ماضي بسيط، هاد هنا هي الماضي من كلمه هاف يمتلك، هاد هنا فعل بمعنى امتلك، هذه جمله ماضي بسيط. ماضي بسيط جاي بعد اف يعني دي الحاله الثانيه مش الثالثه، خلي بالكم دي الحاله الثانيه مش الثالثه، الحاله الثانيه يعني في جمله جواب الشرط بعد هي هتكون would والمصدر فياخد هنا الرقم دي would by. 13 if a balloon is filled with hot air it not، لو في بالون مليان بهواء ساخن هو نقط، دي حقيقة علمية لو في بالون مليان بهواء ساخن بيرتفع، هقول هنا it rises، هنا استخدمت الحالة الصفرية. كان ممكن يخليك تستخدم الحالة الأولى هنا مع كلمة may اللي هي رقم ايه هنا، لأن may rise دي في الحالة الأولى، أنا هنا بتكلم على الحالة الأولى، أنا بتكلم على حقيقة علمية لو أي بالون مليته بهواء سخن بيرتفع، فالحالة الصفرية الحقيقة علمية
باخد معاها مضارع بسيط بعد اف اللي هو از، وفي الناحية التانية برضو بتكون مضارع بسيط. اخر واحدة 14، 14 if you go out no the porter to bring me the case، لو انت خرجت اخبر البورتر، البورتر ده اللي هو الشيال، اخبر الشيال ان هو يحضر لي المفاتيح. if you go out، اتفقنا ما دام ما عنديش فاعل هنا بستخدم جملة الامر، جملة الامر اللي هي يا اما don't يا اما فعل في المصدر، ما عنديش don't برضو هنا فاخد الفعل في المصدر فاقول tell، tell the porter. ازاي مثلا ممكن تكون don't؟ هقول مثلا don't tell anyone، ما تقولش لحد، tell the porter او don't tell، يا تيل يا دونت تيل، هنا ما عنديش دونت فياخد لنا رقم ايه؟ تيل، تيل ذا بورتر، اخبر الشيال، دي اف الحالة الأولى. 15 if I not ill and missed the interview I might have got the job، كان ممكن أحصل على الوظيفة. might have والتصريف التالت، دي الحالة التالتة، الحالة التالتة يعني بعد اف هجيب ماضي تام، فعندي يا إما had fallen مثبتة يا إما hadn't fallen منفية، الاتنين دول سي. ودي ما يهمنيش لان انا محتاج الماضي التام عشان دي الحاله الثالثه. فهل الاثبات هو اللي ينفع ولا النفي؟ اتفقنا في الحاجات اللي زي دي بترجم، لو انا نمت او انا استخدم مثلا الاثبات اللي هي رقم ايه مثلا، فهقول لو انا كنت نمت وفوت الانترفيو كنت احصل على الوظيفه، ولا النفي اللي هو لو ما كنتش نمت ما كنتش فوت الانترفيو كنت ممكن احصل على الوظيفه، فاكيد النفي هنا هو المناسب، لو انا ما نمتش وما فوتش الانترفيو كان ممكن احصل على الوظيفه، رقم بي هنا هي مناسبة. 16 if her dreams not true she would have been happy، لو أحلامها اتحققت كانت هتكون سعيدة، would have والتصريف التالت فدي حالة تالتة، يعني أنا محتاج هنا ماضي تام، فعندي الماضي التام يا إما المثبت رقم سي يا إما المنفي رقم دي، هختار المثبت ولا المنفي هترجم برضه زيها زي اللي فوق، فأقول هنا لو أحلامها اتحققت كانت هتكون سعيدة، ولا لو أحلامها ما اتحققتش كانت هتكون سعيدة؟ أكيد لو أحلامي اتحققت هكون مبسوط، لو ما اتحققتش مش هكون مبسوط، فلو أحلامها اتحققت هتكون سعيدة، فأقول هنا if her dreams had come true، come true معناها تتحقق، come true تتحقق، فلو أحلامها اتحققت كانت هتكون سعيدة. 17 if he had tried harder، لو هو حاول بجد أكتر أو بشكل أصعب، he not in achieving his ambition، هو not إنه يحقق طموحه، ambition اللي هو طموح. فعندي هنا he will ولا would have ولا would ولا would have، فهنا بعد if فعل الشرط had tried، have تصريف تالت فدي if الحالة التالتة، بما انها الحالة التالتة يبقى انا محتاج هنا would have والتصريف التالت. خلي بالك في الجملة التانية رقم b جايب لك هنا would have والتصريف الاول، تقصيد هنا تصريف اول، التصريف التالت هو succeeded اللي هو ده، فانا هنا هاخد رقم دي he would have succeeded كان سينجح، هنا اخترت او عرفت ان دي الحالة التالتة، في الحالة التالتة بجيب would have والتصريف التالت، هو هنا يعني عايز يقطعني شوية جايب لي would have مرتين، بس في مرة جايب لي بعدها التصريف الاول اللي هي رقم b، ومرة جايب لي التصريف التالت اللي هي رقم d، فناخد التصريف التالت. 18 if I not a car I would give you a lift to the airport، لو انا عندي عربية كنت هديك توصيلة كنت هوصلك لحد المطار، would والمصدر would give فدي حالة تانية، would والمصدر دي حالة تانية، الحالة التانية بجيب بعد if ماضي بسيط، فالماضي البسيط هنا هو كلمة had، if I had a car، if I had a car، كل اللي ممكن يلخبطك واللي خايف عليك منه انك تعتبر ان كلمة had لوحدها هي الماضي التام، الماضي التام had والتصريف التالت، الماضي التام اللي هو had زائد البيبي، مادام ملقتش بيبي مادام ملقتش فعل في التصريف التالت يبقى دي كده مش ماضي تام، يبقى دي كده مش if الحالة التالتة، دي الحالة التانية. had had هي دي الماضي التام، had اهي ده التصريف التالت، have لوحديها دي كده مضارع، was having اللي هو الماضي المستمر مش عايزها خالص. 19 نبيلة always not her mother if she has too much to do، لو والدتها عندها شغل كتير تعمله نبيلة بتساعد والدتها، عندي always مظبطها لي هو جايب لي always، فانا عارف دايما ان always باخد بعدها مضارع البسيط فياخد رقم دي helps. 20 إيهاب not finishing if he finishes all his work before the weekend، إيهاب هيذهب للسايت لو هو خلص شغله، إيهاب هيذهب للسايت لو هو خلص شغله قبل الويك إند، قبل عطلة نهاية الأسبوع. بعد إف جاي جملة مضارع بسيط، يعني هنا يا إما حالة صفرية يا إما حالة أولى،
الحالة الصفرية هجيب هنا في النقط هنا هجيب مضارع بسيط اللي هو أصلا مش موجود في الاختيارات، ما عنديش مضارع بسيط فدي مش الحالة الصفرية، يبقى أكيد دي الحالة الأولى. الحالة الأولى يعني هجيب مستقبل بسيط اللي هي رقم إيه؟ 21 ألي وود أكت إن ذا سكول بلاي إف هي نوت جود أت أكتينج، لو هو كويس في التمثيل علي كان هيمثل في مسرحية المدرسة. جملة جواب الشرط اللي جاية قبل إف وود والمصدر، يبقى دي دايما حالة تانية. حالة تانية يعني هجيب بعد إف هنا ففعل الشرط هجيب ماضي بسيط، فالماضي البسيط عندي هو رقم بي وير. اتفقنا أنا في الحالة التانية من إف مع هي مع شي مع إت مع أي ضمير مفرد أو جمع بجيب وير مش ووز، ما بجيبش ووز أبدا. 22 If I had had my mobile phone yesterday، لو أنا كان معايا تليفوني إمبارح had 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 والتصريف التالت دي إيه في الحالة التالتة؟ في جملة جواب الشرط هنا هجيب would have والتصريف التالت، فأقول هنا would have contacted، كنت هتصل بيك، لو أنا كان معايا تليفوني إمبارح كنت هتصل بيك. 23 If I feel thirsty، لو أنا حسيت بالعطش I not water as usual، أنا بشرب مية كالمعتاد. as usual زيها زي always مثلا، زيها زي usually، كل دول بيعبروا عن المضارع البسيط، فهياخد المضارع البسيط هنا اللي هو drink رقم دي. I drink water as usual، هنا if الحالة الصفرية بعبر بيها عن عادة أو حدث بيتكرر معايا. 24 if you need anything from the shop، لو احتجت أي حاجة من المحل I not it for you، أنا هجيبهولك. you need مضارع بسيط فدي if الحالة الأولى. الحالة الأولى أو الحالة الصفرية، الحالة الأولى أو الحالة الصفرية. طب الحالة الصفرية مثلا بتعبر عن عادة، العادة بيقول لي مثلا as usual زي فوق كده as usual أو always أو usually، هنا مش جايب لي أي حاجة منهم، وجايب لي في الاختيارات get و will get، يا إما أخد الحالة الصفرية يا إما الحالة الأولى، فالحالة الأولى هنا هي مناسبة فهاخد رقم إيه؟ I will get you. ليه ما خدتش get؟ ليه اعتبرتها حالة أولى مش حالة صفرية؟ الحالة الصفرية لما يبقى عايزني أختارها بيجيب لي كلمة دالة as usual always usually وهكذا. 25 if people lived on the moon، لو الناس عاشوا على القمر دي نوع tired and bored، كان هيحسوا بالتعب والملل. lived هنا people lived ماضي بسيط، مرة بسيط يعني دي في الحالة التانية، يعني في جملة جواب الشرط هجيب would والمصدر، كلام محفوظ وبيتكرر كتير في الحالة هتزهق منه وتعرف دايما انك يعني محتاج تختار ازاي او بتعرف تختار ازاي would be. 26 if you're not more careful you wouldn't have cut yourself، wouldn't هاب والتصريف التالت، فهنا دي الحالة التالتة، بقول هاب والتصريف التالت يبقى دي حالة تالتة. حالة تالتة يعني بعد اف هجيب ماضي تام، الماضي التام اللي هو رقم دي هاد بين، هاد بين مور كيرفول لو كنت حريص اكتر. 27 if you press this switch the computer not on، لو انت ضغطت على الزرار ده الكمبيوتر هيشتغل. بريس مضارع بسيط، يبقى في الناحية التانية يا اما اختار الحالة الصفرية في الحالة الأولى. الحالة الصفرية يعني اختار مضارع بسيط اللي هو رقم سي، الحالة الأولى يعني اختار ويل، أنا ما عنديش ويل مثلا في الاختيارات، ما عنديش ويل أساسا، فاختار الحالة الصفرية اللي هي رقم سي. comes 28 if the sun didn't give us heat and light، لو الشمس ما ادتناش الحرارة والضوء ونقط، اللي يهمني هنا هو كلمة didn't، didn't يعني حالة تانية، didn't يعني هنا ماضي بسيط، يعني دي الحالة التانية. الحالة التانية يعني الجملة جواب الشرط اللي هي هنا هتكون would والمصدر، أقول هنا would I. الجملة اللي بعد if اسمها فعل الشرط اللي هي دي، والجملة التانية الجملة اللي بعد if على طول اسمها فعل الشرط اهي دي، دي فعل الشرط، ودي الجملة التانية بتكون جواب الشرط. يعني هنا if you رقم 29 if you know things properly دي فعل الشرط اللي هي بعد if، لو انت هنقط الاشياء properly بشكل لائق you wouldn't have got into a mess، ما كنتش هتتسبب في فوضى، ما كنتش هتقعد في فوضى. wouldn't have التصريف التالت اللي بعد الكومة دي، دي اسمها جواب الشرط. جملة جواب الشرط اللي هي بعد الكومة you wouldn't have got into a mess دي جواب الشرط، واللي بعد if على طول دي فعل الشرط. فعل الشرط هنا هيكون ماضي تام، اشمعنى ماضي تام؟ لان جواب الشرط would have والتصريف التالت، ولما جواب الشرط بيكون would have والتصريف التالت يبقى دي الحالة التالتة. الحالة التالتة يعني اقول هنا if you had planned، لو انت خططت، اذا خططت الأشياء بشكل لائق أو بشكل جيد لم تكن تتسبب في هذه الفوضى، لم تكن تصبح في هذه الفوضى. 30 والأخيرة if he sold the five patents he would be rich and bought a new house، كان هيكون غني ويشتري بيت جديد. هنا بيلعبك شوية
جايب لك هنا سولت مر بسيط، وجايب لك هو وود مجهزها لك، وبي وجايب لك الفعل كمان، لكن جايب لك كلمة انت. انت بتضيف، انت بتضيف. المفروض ان الجملة اللي بعد انت بتكون نفس زمن وخصائص الجملة اللي قبلها، يعني الجملة دي وود والمصدر، الجملة اللي بعد انت لازم برضو تكون وود والمصدر. لكن انا مش كل شوية هكتب وود، انا بكتب وود مرة واحدة وبحط افعال جديدة. بكتب وود مرة واحدة وبتثبت، وبجيب بعدها كذا فعل بقى براحتي. كل الافعال اللي بيجوا بعدها بيكونوا في المصدر، وود بحطها وبعدها بجيب فعل واحد او فعلين او ثلاثة، المهم ان كلهم بيكونوا في المصدر. انا عندي هنا اول فعل اللي هو بي، وعامل لي كلمة اند اللي هي الاضافة، المفروض اجيب بعدها فعل تاني. الفعل اللي بعدها برضه هيكون مضارع زيه زي بي، فهيكون هنا باي رقم بي. وود بي ان باي، وود بي ريتش ان باي ان نيو هاوس، كان هيكون غني مشتري بيت جديد. اتمنى تكون كل الاسئله اللي حلتها النهارده واضحه، ولو عندك فيها مشكله ممكن تعرفني في الكومنتات او على صفحه الفيسبوك. كفايه كده جزء النهارده، وان شاء الله هحاول انزل لكم باقي اليونت بسرعه، وهنزل لكم كمان المراجعه بتاع كتاب جيم بالاجابات بتاعتها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان تتابع معانا باقي الفيديوهات، وان شاء الله في الترم الثاني وفي سنه ثالثه ثانوي، وتعمل شير مع اصحابك عشان يعرفوا القناه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ربنا يوفقكم.